بسم الله الرحمن الرحيم. اللغة الفرنسية في الفقرة إن شاء الله سنستأنف مع الصفحة رقم 66 ودائما مع نظامي لبات أصدقائنا الحيوانات. في أول الصفحة كما نرى عندنا جولي، أنا أقرأ كالعادة. عندنا في أول نص إيكوت دودو دي لا تورتي، إيكوت دودو دي لا تورتي، اسمع يا دودو دي لا تورتي تقول السلحفات. طبعا الحال كان ممكن أننا نقول لا تورتي دي السلحفة تقول إيكوت دودو، اسمع يا دودو. تبقى العبارة صحيحة مع بعض الفرق طبعا الحال. إذن إيكوت دودو، اسمع يا دودو، دي لا تورتي تقول السلحفة. أون في إن كورس، أون في إن كورس يعني نفعل سباق. أولا نذكر بعد كلمة أون اللي تجيب واحد المعنى عام، تجيب واحد المعنى عام يعني ان ما تكونش محدده شكون اللي غادي يقوم بهاد لا كورس. بحال اللي عندنا في هذا المثال، يعني ان ما تكونش محدده شكون الفاعل بالضبط. هاد اون تيكون عندها واحد المعنى عام. مثلا نقول اوني توجور تخو بري، يعني اننا دائما جد مستعدين. كونطونا دي كوراج، عندما تكون لنا الشجاعه. اذا طبعاً حال اي شخص يكون مستعد لأمر ما عندما تكون له الشجاعة. إذا نقول ماذا؟ On est toujours trop prêt quand on a du courage. بما معناه نكون جد مستعدين عندما تكون لنا الشجاعة. طبعا الحال هنا ليس المقصود طبعا الحال هنا بالضبط أنني أنا ومن معي نكون مستعدين، وإلا لكان ممكن أننا نقول نصام توجور تخبخي، يعني أنا ومن معي نحن دائما مستعدون. كون نوزابون دي كوراج، عندما تكون لنا الشجاعة. هنا بطبيعة الحال عندنا هاد أون تتصرف مع الفعل بحال هذاك الفعل تيجي مع إيل أو مع آل، يعني أن المعنى ديالها تبقى عام، ولكن من حيث الصرف ديال الفعل تيجي في الصرف ديالو بحال هذا الفعل مع إيل أو مع آل. بحال دابا هنا عندنا أي أوني توجور، إذا طبعا الحال إتخ مع إيل أو مع آل تيجي بهاد الصيغة. نقول مثلا إيلي توجور تخو بخي، يعني هو دائما جد مستعد. أو نقول مثلا إيلي توجور تخو بخيت، يعني أنها دائما تكون مستعدة. إذا طبعا الحال هاد إتخ جمع أون بحال الحالة اللي تيجي فيها مع إيل أو آل. طبعا الحال عندنا في النص اون في اون كورس، نفعل سباق. طبعا الحال كلمة لا كورس يعني عندها واحد المجموعة ديال المعاني منها السباق. طبعا الحال تجي من فعل كورير يعني جرى. إذا طبعا الحال كلمة كورس نقول لا كورس هي كلمة مؤنثة، هي أكسيون دو كورير يعني هي عملية الجري. أو مثلا إبخوف سبورتيف دو فيتاس يعني كما لو نقول إمتحان رياضي للسرعة. كلمة كورس من المعاني ديالها إبخوف سبورتيف دو فيتاس يعني إمتحان رياضي للسرعة. بما معناه تنقولو حنا سباق. ما معنى سباق؟ يعني هو إمتحان ديال السرعة. إذن هاد كلمة كورس تتعني إبخوف سبورتيف دو فيتاس. ايضا المقصود بهذ كلمه كورس هي تخاجي في با ان تاكسي، ملي تهزك واحد الطاكسي وتمشي بواحد المسافه معينه فهذيك الطريق اللي تيعمل داك الطاكسي تتسمى كورس، اذا تتسمى تخاجي. اذا نقول تخاجي او بيان كورس، اذا ديك الاماكن اللي مر منها داك الخط اللي مر منه هاد الطاكسي او السياره ما اذا يسمى كورس او بيان تخاجي. ايضا وهذا معنى ثاني مهم بالنسبه لكلمه كورس، ان تتعني التبضع، تتعني الشراء من عندي مثلا بقال او تاجر بصفه عامه. اذا لا كورس المقصود بها هنا اشا شي ان كوميرسون، اشا شي ان كوميرسون يعني هو الشراء من عندي تاجر. نقول مثلا عن سيده ال في دي كورس يعني انها هي تشتري. نقول عن سيدة كمثال ألف دي كورس يعني هي تتبضع،
غير هي كلمة كورس هنا تجي جمع الفيدي كورس، يعني أن هي تتبضع، يعني أنها تقتني بضائع. إذا عندنا هنا أون في كورس، يعني أننا نفعل سباق. عندنا لو فار فيغ صرف مع أون، جا بحال لم صرف مع إيل أو إل، لأن لو فار فيغ متى بغينا نصرفوه تنقولو جو في تو في إيل في إل في. إذا تياخد مع إيل ومع إل تياخد هاد الصيغة اللي عنده هنا مع أون. إذا بطبيعة الحال من حيث المعنى أون تتعني معنى عام، ولكن من حيث الصرف ديال الفعل اللي غيجي معاها تيجي بصيغات كما لو أن هذا الفعل مع إيل أو إل. أون في كورس يعني أننا نفعل سباق. سي تو أغيف لو بخوني، إذا أنت تصل الأول، إذا أنت لو وصلت الأول سي تو أغيف لو بخوني، إذا أنت تصل الأول لا سالاد سوغا بوغ توا. لا سالاد يعني أن السلطة سوغا، هذا لو فيغ إتخ. إذا نقول جو سوي تي إلي، هذا في البريزون يعني أنا أكون أنت تكون هو يكون. مثلا نقول جو سوي إلاف يعني أنا تلميذ، كما لو نقول أنا كائن الآن كتلميذ. تي إلاف يعني أنت تلميذ. إذا في المستقبل نقول جو سوغي يعني أنا سأكون، تي سوغا أنت ستكون، إيل سوغا هو سيكون. إذا لا سالاد سوغا بوغ توا يعني أن السلطة ستكون من أجلك، المقصود أنها ستكون من نصيبك. إذا أنت واصلت الأول سي تو أغيف لو بخومي، لا سالاد سوغا بوغ توا. إذا أنت واصلت بمعنى آخر هنا عندنا سي تو أغيف، هنا عندنا لو فيرب أغيفي كيف في البريزون. إذا أنت تصل، ولكن المقصود به إذا أنت تصل في المستقبل. إذا سي تو أغيف لو بخومي، إذا أنت تصل الأول لا سالاد سوغا بوغ توا، السلطة ستكون من أجلك، المقصود أنها ستكون من نصيبك. إذا في هذه العبارة اللي كنشوفو هنا عندنا لو فيرب أغيفي كاين في البريزون، وعندنا لو فيرب إتخ كاين في الفيتور. لا سالاد سوغا بوغ توا، لو لابا أوس لي زيبول إي سون فا. بطبيعة الحال سي لو فيرب أوسي، هذا فعل رفع. لو فيرب أوسي المقصود به هي إلفي أو بيان أوغمونتي. إلفي يعني أنك ترفع، أوغمونتي نفس الشيء، بطبيعة الحال مع بعض الفروقات. إذا مثلا نقول لو غوفرنمون نا با بوزوان دوسي لي زامبو، يعني أن الحكومة غير محتاجة لرفع الضرائب. المقصود هنا لو غوفرنمون نا با بوزوان دالفي لي زامبو، أو بيان لو غوفرنمون نا با بوزوان دوغمونتي لي زامبو. إذا بطبيعة الحال أوسي ممكن أن تأتي بمعنى إلفي أو بيان أوغمونتي. لو غوفرنمون نا با بوزوان دوسي لي زامبو، يعني أن الحكومة ليس عندها حاجة. بطبيعة الحال نا با عندنا أهنا أفواغ، هذا إلا قلنا مثلا لو غوفرنمون أبزوان دوسي لي زامبو يعني أن الحكومة عندها، كما لو تملك شيئا، عندها ماذا؟ حاجة، حاجة لرفع الضرائب. إذا هنا عندنا لو غوفرنمون نا با بوزوان دوسي لي زامبو، اللي تهمنا هنا هو فعل أوسي يعني رفع. إذا نقول مثلا إلفو بارفوا أوسي لا فوا، يعني أحيانا إلفو، هذا لو فيرب فالوار. إلفو بارفوا أوسي لا فوا، يجب أحيانا، بارفوا يعني في بعض الحالات، بارفوا يعني أحيانا، إلفو بارفوا يجب أحيانا أوسي لا فوا يعني رفع الصوت. إذا كلمة أوسي المقصود بها رفع، ممكن أنك ترفع بناء، ممكن أنك ترفع كاتفا كما عندنا في المثال، وممكن أنك ترفع صوتا كما عندنا هنا. إلفو بارفوا أوسي لا فوا بور سو فيغ أونتوندر، لكي تجعل نفسك تسمع. لو فيرب أونتوندر المقصود به سمع. إذا عندنا فيغ يعني عاملة أو فعالة. إذا إلفو بارفوا أوسي لا فوا، يجب أحيانا رفع الصوت بور سو فيغ أونتوندر، لتجعل نفسك تسمع أو ليجعل نفسه يسمع. كما نرى بأن لو فيرب فيغ غير مصرف، يعني أنه تبقى عمومي. إذا بور سو فيغ أونتوندر كما شرحنا فيما سبق، هاد سو سبقات لو فيغ فيغ،
المقصود بأنك تجعل ماذا؟ نفسك. أو هو يجعل ماذا؟ يجعل نفسه. أو أنت تجعل ماذا؟ تجعل نفسك. تتبقى بهذه المعاني ككل. إذن إلفو با فورسي لا فوا، يجب أحيانا رفع الصوت بوغ سو فار أنتوندر، ليجعل الإنسان بمعنى آخر نفسه يسمع. إذن اللي تهمنا هنا كلمة أوسي، ولكن عندما نقول أوسي لي زيبول بهذا المعنى بالضبط، المقصود بها لي لوفي أون سين دو ديدا أو بيان دو ميبخي. لي لوفي يعني أنك ترفعها أون سين، يعني كإشارة، أون سين كإشارة، دو ديدا كإشارة للاحتقار أو للامبالاة أو للإزدراء، أو بيان دو ميبخي. طبعا الحال تقريبا نفس المعنى، دو ميبخي يعني احتقار. إذا أوسي لي زيبول تجيب معنى لي لوفي أون سين دو ديدا أو بيان دو ميبخي، يعني رفع الكتفين المقصود به يعني أنك تهزها أون سين يعني كإشارة، أون سين يعني كإشارة، دو ديدا أو بيان دو ميبخي بما معناه أنك تترفع كإشارة للاحتقار للإزدراء أو للامبالاة. إذا كما رأينا إيكوت دودو دي لا تورتي أون في كورس سي تي أغيف لو بخوميي لا سالاد سوغا بوغ توا. لو لابا أوس لي زيبول إي سون فا، الأرنب يهز الكتفين إي سون فا ثم يذهب. لو لابا أوس لي زيبول إي سون فا، يعني أن الأرنب يرفع كتفيه إي سون فا ثم يذهب. طبعا الحال كان ممكن أننا نقول إيفا ويذهب. إلا قلنا مثلا إيفا يعني ويذهب، يجب علينا أن نتمم الجملة ونقول أين يذهب. مثلا إلا خدينا لو فيرب باتخ، إلا خدينا لو فيرب باتخ يعني فعل صراع، إلا تكلمنا على باتخ كيلكا يعني صراع شخصا، إحنا تنتكلمو على لو فيرب باتخ. أما سو باتخ يعني أنه يتصارع، إيل صوبا يعني أنه يتصارع. طبعا الحال عندنا لو فيرب باتخ وعندنا لو فيرب سو باتخ كما قلنا يعني صارع وتصارع. الافعال اللي تتكون عندها سو تتسمى دي فيرب برونومينو، افعال كما نقول ضميريه. اذا سو سون دي فيرب برونومينو. لو فيرب صونالي هذه الصيغه ديال لو فيرب الي في الحاله فاش يكون فيرب برونومينال. اذا لو فيرب الي فاش يكون فيرب برونومينال انه تيكون بهذا الشكل صونالي ماشي سو الي. لو لا با او سي زيبول ايفا يعني وذهب، كما قلنا علينا أن نكمل الجملة أين ذهب. ولكن عندما نقول أسونفا هذا لغاب صونالي، هذا لغاب صونالي تنستعملوه باش تنعني به واحد المعنى ديال أنه ذهب إلى وجهة، ذهب إلى واحد الاتجاه معين يعني بدون تحديد هذا الاتجاه. إذا باختصار لهذا الأمر تنستعملو هاد أو هنا مسبوقة بهاد سو. إذا نقول أسونفا يعني أنه ذهب في اتجاه معين، هذا هو المقصود بهذه العبارة. إذن لولا با أوس لي زيبول إي سون فا، يعني أن الأرنب يرفع الكتفين، يهز الكتفين، إي سون فا هو يذهب في وجهة معينة. إين بوتيت سوغي باس، إين بوتيت سوغي باس، وفأرة صغيرة تمر. إين بوتيت سوغي باس، فأرة صغيرة تمر. لو فا باس يعني مرة أو مضى. Une petite soirée passe, فأرة صغيرة تمر. C'est la fête pour Fifi, le chat. إنها الحفلة أو إنه الاحتفال pour Fifi, le chat. لفيفي القط. إنها الحفلة عند فيفي القط. C'est la fête pour Fifi, le chat. Il va la chasser. هو ذهب ليصطادها. Il va la chasser, مقصود بها. Il va chasser la petite souris. يعني هو ذهب ليصطاد الفأرة الصغيرة. إذا مادام أننا ذكرنا إين بوتيت سوغي باش ما نعاودوهاش عوضنا بهدلة. إذا إلفا لا شاسي، هو ذهب ليصطادها. أسويفا للمتابعة. إذا نستكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.